أيضا ينضم إلينا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. تحياتي لحضرتك الأستاذ جمال، ونحن نتابع على مدار يومين حتى الآن فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أولا، كيف يعني تتابع انعقاد المؤتمر والجلسات حتى هذه اللحظة؟ تحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين. بالفعل انعقاد المنتدى في هذا التوقيت امر مهم للغايه، ومصر تؤكد على اهميه التكاتف واعلاء قيم التسامح والسلام والتعايش لمجابهه المخاطر. انا اعتقد ان هذه هي الرساله الابرز في هذا المنتدى الشبابي الاهم في العالم الان. حديث السيد الرئيس ومداخلاته في كافة الجلسات التي شارك بها، تحدث سيادة الرئيس عن أهمية هذه القيم، قيم الإنسانية والتكاتف والتعايش. يمكن حتى كانت المداخلات بعيدا عن الجزء الفني والسياسي كانت تخاطب المشاعر الإنسانية والوجدان الإنساني والتحرك الإنساني الذي من الممكن أن يعمر هذا الكون بدلا أن يتجه به نحو الكثير من المشاكل. وده ظهر في الحقيقة حتى في حديث السيد الرئيس في جلسة خاصة بالطريق بين جلاكسو إلى شرم الشيخ. وجدنا أن الحديث لم يكن سياسيا فقط، ولكن أيضا كان حديثا إنسانيا يوجه رسالة مهمة للبشرية للتخلص من الصراعات والنزاعات والكثير من الآفات التي تعرض هذه البيئة التي نحن نعيش فيها إلى الكثير من المخاطر ومن ثم إلى الهلاك. وبالتالي علينا أن نقطة الصراعات والنزاعات. الأمر الآخر بالحقيقة والقيمة أيضا الأخرى في هذا المنتدى أنه خلق مجالا واسعا للحوار والنقاش ما بين الشباب والقادة بشكل موسع، وهذا اعتدناه في النسخ الماضية، ولكن هذا العام الزخم أكبر. هذا العام النجاحات أكثر في استقطاب رموز دولية وشخصيات دولية إلى المنتدى. وجدنا كلمة من الأمين العام للأمم المتحدة، وجدنا كلمة من الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، رئيس البنك الدولي جون كيري، المبعوث الأمريكي للقضايا المناخية، وغيرهم وغيرهم، ورؤساء طبعا دول زي رئيس رومانيا ورئيس دولة مالطا وغيرهم من القادة والمسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية. هذا مع وجود أيضا عدد كبير جدا من الشباب من مختلف دول العالم. في الحقيقة ده بيؤكد أن مصر وحدها في عصر الجائحة هي التي قادرة على أن تكون نقطة التلاقي للبشرية التي ترسي مبادئ السلام والتعايش والإخاء. وأعتقد أن هذه الرسالة وهذه المفاهيم التي الآن تخرج من شرم الشيخ هي رسالة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لكوكب الأرض بشكل عام. نواجه تحديات مركبة كما أوضح السيد الرئيس اليوم أيضا في مداخلاته. السيد الرئيس النهاردة بيتحدث عن تحديات مركبة من الجائحة والتغيرات المناخية وأيضا الصراعات والنزاعات، ملف اللاجئين وغيرها من الأزمات التي تواجه العالم. وبالتالي أنا أعتقد أن التكاتف يجب أن يبدأ من شرم الشيخ ويمتد. ودي كانت رسالة الافتتاح بالمناسبة، يعني حينما كان أو ما شاهدنا في الافتتاح من عرض مظهر تحقيق كان يؤكد على هذا المعنى، أن التكاتف الذي الآن هو ظاهر في مجابهة الجائحة يجب أن يستمر وأن يمتد لما بعد الجائحة، فعلى شعوب العالم أن تتضامن لإنقاذ هذا الكوكب ومجابهة كافة التحديات وترسيخ مبادئ السلام والتعايش. أستاذ جمال، كيف ترى فكرة أنه منتدى شباب العالم من أصبح منصة دولية معترف بها عالميا من المنظمات، بل ويتضمن بعض التقارير الدولية إشارة إلى توصيات المنتدى في نسخه الأولى والثانية والثالثة، كيف ترى أهمية ذلك؟ يعني المنتدى حدد لنفسه مساحة واسعة في العمل الشبابي الدولي، وأعتقد أن مصر مش بس مكنت الشباب المصري من التواصل مع المجتمع الدولي، بل خلقت للشباب العالم أداة دبلوماسية جديدة يمكن أن نسميها الدبلوماسية الشبابية. من خلالها الآن الشباب العالمي بيعقد نموذج للمحاكاة مثلا للمجلس الأممي الخاص بحقوق الإنسان، وسوف يصدر عنه توصيات سوف ترسل للمجلس الفعلي في الأمم المتحدة. وبالتالي هنا مصر حجزت من خلال هذا المنتدى مكان لشباب العالم للتحدث مع القادة ومع الزعماء ومع المنظمات الإقليمية والدولية. أيضا الاهتمام الدولي أصبح حاضرا ومكثف وبشكل كبير جدا بعد أن حققت النسخ الثلاث الماضية نجاحات باهرة، طبعا بعد أيضا كمان اعتماد الأمم المتحدة للمنتدى كمنصة شبابية دولية. والآن لأي من يتصفح حتى صفحات
الموقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمم المتحدة، سوف يجد أخبار منتدى شباب العالم على كافة منصات الأمم المتحدة، وأيضا الشركاء من هذه المنظمات التابعة حتى للأمم المتحدة موجودين في ورش العمل. بنجد يعني الفاو واليونيسيف وغيرهم من المنظمات التابعة للأمم المتحدة موجودين في ورش العمل ومشاركين في هذه الأمور. وبالتالي أنا أعتقد أن المنتدى الآن بيشهد سواء إقبال كبير جدا من الشباب العالمي للمشاركة فيه، أو حتى إقبال من القادة للمشاركة للحديث لشباب العالم. وهذا ظهر في حقيقة في كلمات القادة، يعني حينما أتذكر الآن كلمة أنطوني غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في الجلسة الافتتاحية، وهو يتحدث للشباب بشكل مباشر ويقول لهم الشباب، أنتم الشباب، أنتم نبع الأفكار الذي لا ينضب. يعني هو يخاطب الشباب بشكل مباشر من خلال المنتدى. أيضا جون كيري اليوم في جلسة التغيرات المناخية تحدث عن أهمية أن يعني الشباب قضية التغيرات المناخية الآن، وتحدث الشباب على أن الأجيال السابقة مسؤولة عن تبعات التغيرات المناخية. إذن هنا تحاور مباشر ما بين القادة العالميين والمسؤولين الدوليين والإقليميين وشباب العالم من خلال هذا المنتدى الذي عقد في توقيت بالغ الأهمية بعد الجائحة. أنا أعتقد أن هذه هي المنصة الوحيدة الشبابية الدولية التي عقدت بعد جائحة كورونا، واستوعبت هذا العدد الكبير من المسؤولين والقادة أو حتى من الشباب المشاركين. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن منصة كل يوم هي بتشهد نجاحات أكثر، بتشهد تقدم أكبر، بتحدد لنفسها مساحات أوسع في العمل الدولي. وفي الحقيقة أن شباب العالم لم يكن له مثل هذه المنصات من قبل، كان هناك ربما تجارب، ولكن بهذه القوة بهذه الفعالية. يعني حينما نتحدث عن توصيات النسخ الثلاثة الماضية، سوف نجد من أكثر من 30 توصية، ربما يعني تلك هذه التوصيات كانت لها علاقة بالعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية والتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجماعة الدول العربية وإنشاء مبادرات لحوض البحر المتوسط وغيرها من التوصيات التي دفعت بشباب العالم للتعاون ولإخراج الكثير من المبادرات والأمور الفعلية على الأرض. سؤالي لحضرتك عن الأثر السياسي الداخلي، يعني مشاركة الشباب المصريين في هذا المنتدى العالمي وتفاعلهم مع شباب العالم ومع القادة السياسيين كما ذكرت وتابعنا جميعا من خلال المنتدى، الأثر السياسي الداخلي وعلى المستقبل السياسي في مصر في ظل وجود نخبة من الشباب الواعي الذي يعني تفاعل مع هؤلاء القادة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر؟ يمكن هنا الفائدة لا تعود فقط على المشاركين، ولكن على المجتمع الشبابي المصري بشكل عام، بل على المجتمع المصري بشكل عام. هنا فكرة تعزيز الوعي والإدراك بالمخاطر الدولية والعالمية التي تحيط بالعالم أجمع، لأن هنا بنتحدث عن قضايا عالمية هي مخاطر لكافة شعوب العالم. وبالتالي تعزيز الوعي العام وإمداد الوعي الجمعي المصري بالكثير من التجارب والخبرات والنقاشات، أنا أعتقد ده مهم جدا. كافة شباب الدولة المصرية الآن يستفيدون من هذه الحوارات البناءة ما بين القيادات في العالم وما بين شباب العالم أيضا والشباب المصري. وطبعا رؤية السيد الرئيس التي تمثل الرؤية المصرية وتعبر عن الإرادة المصرية، كل هذه الأمور وكل هذه المعلومات وكل هذه الأطروحات بالتأكيد بتعزز الوعي العام المصري، وأيضا بتخلق إدراك حقيقي بكم المخاطر والتحديات التي من علينا أن نستعد لها وأن نعمل من أجلها وأن نعمل للتصدي لها في المستقبل. وأيضا بتبرز التجربة المصرية الناجحة التي في الحقيقة هي استطاعت أن تتصدى للكثير من المشاكل التي تناقش اليوم زي التغيرات المناخية أو جائحة كورونا. يمكن الدولة المصرية اليوم قادة وشباب يتحدثون إلى العالم وهم مستندون إلى تجربة مصرية قوية لها من النجاحات رصيد كبير جدا يجعلنا جميعا نفخر بنتائجها وبما أفرزته على أرض الواقع. صحيح أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.